باش نكونوا واضحين، حنا شنو كنتمناو من رجاء؟ كنتمناو دائما تكون في الصداره على المحلي على المستوى الافريقي. حنا هادشي اللي تعودنا في الرجاء وتعودنا في الفريق ديالنا. اليوم انتصار مهم ومهم بزاف، لان قربك من الصداره، قلص الفريق ثلاثه ديال النقاط، زاد الضغط على المتصدر. انت غيعطيك دفعه قويه باش انك تبذل مجهود اكبر انك باش توصل للصداره ديال البطوله. اكثر ما يقدر يتمناه مدرب انه في اول مباراه ليه انتصر الفريق ديالو، غيلقى اللاعبين كما تنقولوا نوعا المعنويات ديالهم والمورا شويه مرتفع، غيشتغل باريحيه، غيقدر انه اي حاجه طلبها من اللاعبين يطبقوها، لان المورال غيكون مزيان. بخصوص رشيد توصيف، انا متفائل خير، مرتاح للتعيين ديال رشيد، بحكم ان رشيد الفكر ديالو قريب نوعا ما الفكر ديال فريق الرجاء الرياضي، وكما كنتمنى نشوفوا فريق الرجاء الرياضي. حنا كجماهير ما علينا الا المسانده في السراء، قبل السراء احنا دائما مع الفريق ديالنا، ورسالتي للجمهور اننا نقاور رشيد، نقاور اللاعبين باش نحققوا الاهم اللي هو عصبه الابطال والبطوله ان شاء الله بحول الله. اكيد في الاول غادي يكون نوعا ما صعيبه، لان راه كاينين مجموعه من اللاعبين هنا ما عمرهم لعبوا قدام الجمهور، اول مره كيلعبوا قدام الجمهور غادي تكون نوعا ما صعيبه، فغادي تكون بدايه ديالها شويه اول جمهورات غتكون ديك الرهبه ديال الجمهور، ولكن مع مرور الدورات فغادي يستانسوا بالجمهور، وغيعرفوا القيمه ديال الجمهور فريق الرجاء ملي يكون وراهم، غادي يزيد يحفزهم اكثر. وحنا نتمناو خير ان شاء الله للفريق ديالنا ان شاء الله بحول الله.